السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم عن النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي صفحة 73 تأتي مدى الدرس القوى 2 أو 3 لي بويسونس ديكسبوزون 2 أو 3. دونك نبداو مع تصحيح التمرين رقم 1. احسبوا ما يلي. إذا تعلمنا في فيديو سابق كيفاش نحسبوا القوى. إذا 8 أس 2 أو 8 مربع هي 8 ضرب 8 هذا الضرب، 10 أس 2 هي 10 ضرب 10. إذا 8 في 8 هي 64 و10 في 10 هي 100. 64 في 100 ينضيف الصفر إلى 64، دونك 6400. هنا 8 في 10، إذا 8 في 10 هي 80 أس 2، إذا هي 80 ضرب 80. 8 في 8 64 وأضيف الصفرين. إذا هنا كتلاحظوا بأن 8 أس 2 في 10 أس 2 عندهم نفس الأس، إذا يمكننا نجمعهم في الأس مرة واحدة إذا كان نفس الأس. 5 أس 3 هي 5 3 مرات، و 3 أس 3 أو 3 مكعب هي 3 3 مرات. دونك 5 في 5 25، في 5 125، 3 في 3 9 9 في 3 7 وعشرون، 125 ضرب 27 دونك تساوي 3375. هنا 5 في 3 هي 15 أس 3. هنا نقدروا نديروا قوسين نقدروا ما نديروهمش، ماشي مشكل حتى عدد واحد. دونك هي 15 3 مرات، راه هي هادي النيت، هذا مع هذا 15، هذا 15، هذا 15، دونك يعطينا نفس الجواب. بالنسبة لهنا لتلاتة أس 2، إذا تلاتة أس 2 هي 3 في 3 الكل أس 3، لأن تلاتة أس 2 هي مرتان، 3 في 3 9 أس 3 هي 9 في 9 في 9. إذا 9 في 9 81، 81 في 9 إذا هي 729. أو نقدروا نديروا الطريقة الثانية، 3 أس 2 الكل أس 3، كنديروا 3 كنديروا 2 في 3 هي 3 أس 6، إذا هي 3 6 مرات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ولا ضربتهم راه يعطيك نفس الجواب 729. دونك درتو هادي درتو هادي راهم بحال بحال. جيد، نمشيو للتمرين 2. دونك اكتبوا على شكل قوى 2 أو 3. إذا هنا 3 مرتان، 3 مرتان يعني 3 أس 2 أو مربع، وهنايا 4 1 2 3، 4 أس 3. إذا كتبنا على شكل قوى 2 قوى 2 و 3. هنا 6 3 مرات، 6 أس 3 10 أس 1 2 3 أو 10 مكعب. هنا 5 1 2 3 4، هنا نرتبوا 3 حدا 3 لأنهم بحال بحال، و 2 مع 2. دونك 3 أس 2 2 أس 2 أو 2 مربع. نفس الشيء هنا 3 في 3، هنا 2 3 مرات. إذا 3 أس 2 في 2 أس 1 2 3، يعني كنحسبوا غير التكرار ديال العدد، 1 2 3 هو اللي كيكون في الأس. هنا شارك حوالي 5 4 أس 2 ضرب 5 أس 3 من أعضاء الجمعية الرياضية لكرة القدم في البرنامج الوطني الذي كان عنوانه كلنا ضد الشعب. إذا ما هو عدد المشاركين؟ إذا شارك حوالي 4 أس 2 في 5 أس 3 من أعضاء الجمعية، بمعنى نحسب هذا، إذا 4 أس 2 في 5 أس 3، إذا هذا 4 مرتان و5 3 مرات، 5 في 5 في 5.
إذن هنا 4 ضرب 4 16، 5 في 5 25، 25 في 5 هي 125. 125 ضرب 16 دونك إلى درنا العملية غتعطينا 2000 مشارك. تري بيان، نمشيو دابا ليكزيرسيس 4. Donc je dessine un cercle de centre O et de 2,2 cm,5 de rayon. Donc غناخدو واحد هنا نرسمو دائرة سيركل المركز O و لو رايون الشعاع جوجونس. إذا إلا كان هنا هذا هو الشعاع جوجونس وهذا جوجونس، يعني القطر هو كله 5. إذا هنا غادي نرسمو دونك 2.5، نديرو من صفر ها 2.5، يعني غيكون فيه 5 جوجونس جوجونس. هنايا هو لو سونتر مزيان. هنا جو تراس ان ديامتر ا بي، دونك هذا هو لو ديامتر ا بي هو اللي كيمر من المركز ا بي. يعني رسم القطر. جو بلاس سور سو سيركل ان بوان سي تيل كو بي سي ايتيغال ا 3 سنتيمتر. دونك رسمو لو سيركل بعدا. إذن هذا فيه 5 في القطر. من بعد غناخدو بيركا نحطو في المركز، نعبرو وندورو السيركل ديالنا، لأن هنا جوج ونص وهنايا جوج ونص. دونك هذا هو القطر. إذن هنا جوج ونص هنا جوج ونص، بمعنى فيه 5 سنتيمتر كقطر. هنا جو بلاسو سيركل 1.5، دونك غنديرو سيف لو سيركل، وبي سي تكون 3 سنتيمتر. دونك من بي سي نعبرو 3 سنتيمتر، نعبرو مثلا هكا، نديرو حنا من الواحد حتى الربعة. دونك هادي ربعة ثلاثة، من واحد حتى ربعة ثلاثة سنتي، ثلاثة سنتي متر. من بعد نصيرو هذا. هنا جو ميزيغ لا لونغور دو سيغمون اسي، نقيسو اسي شحال فيها. دونك الا بدينا من صفر غتعطينا دونك 4 سنتيمتر. الوغ اسي لقينا فيها 4 سنتيمتر. جو فيريفي كو اسي او كاري، دونك كنقولو اسي او كاري ولا اسي على بويسونس 2 بلس بي سي او كاري ايتيغال 5 à la puissance 2. Donc on a un AC au carré plus BC au carré. AC je vais le faire 4. Donc A4 à la puissance 2. AC on va le faire avec la valeur de la. BC BC 3 au carré. Donc on a 4 fois 4 وهنا 3 فوا 3، دونك هنا 16 وهنا 9، 16 لازم على 9 هي 25، و 25 هي 5 في 5، سيتادير 5 على بويسونس 2، يعني هي اللي وصلنا لها. دونك AC أو كاري بلس BC au carré il y a 5 à la puissance 2. إذن هذه واحد الخاصية ديال بيتاغور، يعني غتقراوها في التاسعة إن شاء الله، في الثامنة وفي التاسعة، يعني في الإعدادي. هنا كنكونو كملنا صفحة 73 من نجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي مع القوى 2 و 3 لبويسونس. شكرا، إلى اللقاء.